السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد إسماعيل من الأكاديمية الحديثة للتعليم الشامل. النهاردة هنتعلم إزاي نعمل صورة بوب آرت يكون بالشكل ده. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا مفيهاش أي تعقيدات ولا فيها أي مجهود. كل اللي هنعمله هنشتغل عن طريق أكشن. أول حاجة هنخش نجيب الصورة، أنا حطيتها هنا أهي مبدئيا أهي، هنجيب الصورة هنا أهي هنحطها، هنخش نروح نجيب الاكشن بوب ارت. كل اللي هنعمله كالتالي، هنعمل لود اكشن، هخش على طول اجيبه هنحطه في فولدر اهو، بدوس بعد كده نقوله لود ويشتغل معانا. كل اللي هعمله كالتالي، انا هدوس بلاي وهسيبه. دلوقتي خلص عمل الاكشن هيكون بالشكل ده. نقدر بعد ما نتخلص نقدر نعدل في الحاجة اللي احنا عايزينها، يعني مثلا عايزين نظبط الالوان، نخش هنا نظبط في الكلر بتاعي، مثلا عايز اظبط شويه في اللون الاحمر مثلا بنفسجي، او اي لون بقى محتاج اقدر اظبط عليه على حسب الصوره اللي انا بشتغل بيها وعلى حسب الشكل اللي انا عايز اطلعه. وبكده كنا انتهينا من شرح بسيط للاكشن ده، وقريبا ان شاء الله في مجموعه شروحات لمجموعه اكشن نازله جديده لسه مدفوعه ان شاء الله هرفعها مجانيه على المدونه، وان شاء الله هرفعها على صفحة الفيسبوك للي عايزها يخش يحملها بدون اي تعقيدات، واي استفسار او اي سؤال يسيبه لنا في تعليق، يا اما على اليوتيوب يا اما على الفيسبوك، وان شاء الله سوف اكون بالرد عليه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.